مشروع بحثي يهدف إلى حماية طائر العقعق العسيري من الانقراض أعلنت عنه أرامكو السعودية في مبادرة مشتركة بينها وبين الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومعهد سميثسونيان الأمريكي. المبادرة الأرامكو السعودية للحفاظ على الموجود وإيجاد السبل والمشاريع لتعزيز العدد هذا حتى يعني ممكن يمسك جزء منها ويوضع في حاضنات أو في محاضن خاصة حتى ينمو ويتكاثر، لأنها الطائر هذا يبيض 5 إلى 7 بيضات واللي يعيش منها 2 إلى 4. طائر العقعق العسيري، السعودية هي موطنه الوحيد وتحديدا في منطقة عسير، وتشير الأبحاث إلى تناقص في أعداده مؤخرا حيث لم تعد تتجاوز 100 زوج متكاثر. هذا الطائر الجميل يتميز بصوته الجميل ولونه الجميل الأبيض والأسود الداكن المشوب باللون الفيروزي، يتميز بصفات أخرى منها عنده مقدرة على الابتكار، وعنده مقدرة على حل المشاكل، وعنده مقدرة على الهندسة المعمارية في بناء عشة. أسباب تناقص أعداده لا ترجع إلى الصيد مثلا، لأنها أسباب تناقصه، أحد أسباب تناقصه عزلته، تغير مناخ بيئته، التوسع العمراني زي ما ذكرت لك هو خجول، كل ما قرب الناس ابتعد. هذه أسباب يعني تناقص أعداده. وبعدين هذا الطائر زي ما ذكرت لك فريد ومختلف عن بقية الفصائل الأخرى شبيهة له. فريق البحث العلمي المشترك استمر متنقلا بين جنبات موطن العقعق العسيري 12 شهرا لحصر أعداده ومراقبة طريقة عيشه، فيما تم الإمساك ب12 طائرا من طيور العقعق لغرض الدراسة قبل إطلاق سراحها. من منطقة عسير، حسن الطالعي، العربية.